احتلال هذا الحزب. أعتقد أنه يجب أيضا على اللبنانيين أنفسهم أن يعلموا مدى خطورة الوضع الراهن لهذا الحزب أو لهذه الميليشيا الشيطانية الإرهابية. سوف يدخلهم في متاهات مستقبلية كبيرة مع دول إقليمية ودول على مستوى العالم. سوف نتخذ جميع الوسائل الرادعة له ولأمثاله، تعمل على تجنيد للأسف خارجين عن القانون وتدريبهم في معاقل في الميليشيات في داخل الأراضي اللبنانية، عمل غير يعني يناقض جميع الاتفاقات الدولية، تستغل المرافق اللبنانية وتستغل المطار اللبناني وتسيطر عليها بسيطرة كاملة للقيام بأعمال أعمالها وتهريبها وتهريب المواطنين وتهريب الإرهابيين.